دلوقتي هنروح لدينا شرف وجولة في الملاعب الرياضية. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد، وفعلا جه ميعادنا دلوقتي عن جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. هيتس وان، واتس ا جول. هنبدأ معكم أخبارنا الرياضية مع تعادل فريق النادي الأهلي مع الهلال السوداني بنتيجة 0-0 خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. الاتحاد الافريقي لكرة القدم وافق على طلب النادي الاهلي بنقل مباراة الفريق مع سان داونز الجنوب افريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا لاستاد القاهرة الدولي بدل ملعب السلام. حقق الرجاء المغربي فوز على فريق وفاق ستيف الجزائري بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الثانية، يعني مجموعة ثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا. الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش استقر على سفر صباح يوم 26 من مارس للسنغال لمواجهة منتخب بلادهم يوم 28 من نفس الشهر في إياب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم، وهيسافر منتخب مصر للسنغال في طيارة خاصة بعد 24 ساعة من مباراة الذهاب اللي هتتلعب في استاد القاهرة يوم 25 مارس. الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أكد أن فريقه سبق ولعب في استاد 11 نوفمبر وحقق نتائج إيجابية على نفس الملعب. كارتيرون قال كمان أن اللعب في أنجولا مش سهل بسبب الرطوبة وأن الزمالك مطالب بالتركيز ويكون عنده قوة ذهنية في اللقاء، وقال كمان عندي ثقة كبيرة في كل اللعيبة لتحقيق نتيجة إيجابية النهاردة وأن مطلوب منهم الفوز. نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه قاد فريق باشاك شهير للفوز على مضيفي فريق ريزا سبور بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات الجولة 26 من منافسات الدوري التركي، وسجل نجمنا المصري أول أهداف باشاك شهير في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 52. نادي ليفربول الإنجليزي أعلن تأجيل مباراة الريد قدام أرسنال في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز واللي كانت المفروض هتتلعب يوم 26 فبراير الجاي، وأصدر نادي ليفربول بيان رسمي قال فيه أن سبب تأجيل المباراة بسبب مشاركة الريد في نهائي كأس كاراباو. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمحمد ومنا علشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. بنشكرك يا دينا، شكرا جزيلا.